بشغل الرقص مشاكل كثيرة، مشاكل مع متعهدين، مشاكل بالأماكن اللي ممكن تشتغلين بيها. أكبر مشكلة صارت لك بمكان شغل تذكريها شنو كانت؟ أكبر مشكلة نايت كلاب بمطعم؟ ليك هي مش يعني مش مشكلة أكتر شيء أنا مثلاً الشيء الموضوع اللي بيزعجني هو العالم بس تكون يعني شوي شربانة زيادة بصير بطل يعرف حاله شو يحكي. للأسف المجتمع الشرقي بينظر للراقصة بطريقة أنه شهوانية cheap. أنه we are not cheap، بالعكس أنه يعني بسمع قصص تزعجني. تعرضتي للتحرش على المسرح مسبقا؟ للتحرش يعني بحجة الرقص او شيء يصير لمس بطريقة مو حلوة؟ ليك انا صار عندي خبرة كافية اني اعرف الشخص، يعني اعرف ايمتى بدي بعد وايمتى بدي اقرب. دايما يعني بعرف حتى الليميت الحمد لله. يعني شلون تعرفين هذا الشخص نيته حلوة وهذا الشخص نيته لا كبيتة شوي؟ خلص دغري صار لك المسرح خبرة، توصل لمرحلة بتطلع يعني بتقرا الشخص خلص دغري بتطلع فيه بتعمل سكانر. طبعا فاي لا الحمد لله يعني يعني هول المشاكل عم تقطع. يعني اغرب شخص من الحضور بهاي الاماكن تتذكريه؟ اغرب شيء سواه؟ اغرب شخص صار معي حادثة هلأ عن جديد. أوكي. كان كمان هو لبناني لبناني وسهران هون بالعراق. ف يعني نزل على الأرض صار إنه كتير حلوين أصابع إجباك. يعني حكي تغصي يعني كان موضوع كتير بيضحك، يعني كان شيء مهضوم انا بالنسبة لي تقبلته. هذا كان عابر مرحلة بالش اسمه ايه كان عابرة ومكتر. طيب